نشهد على أمراض السرطان التي ما زالت تفتك بأبناء قضاء الكوفة وناحية العباسية في النجف، ونشطاء لاموا منظمات حقوق الإنسان العالمية كونها لا تتحرك لإغاثة العراقيين من شبح السرطان الذي لا يتوقف. شوف، هل السيد محافظ النجف النائب المحافظ السادة أعضاء مجلس المحافظة القضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وفي محافظة النجف تشوف حل هاي المواطنين؟ شوف حتى الطرق في الشارع العام الرابط بين قضاء الكوفة وبين ناحية العباسية انقطع بسبب عدم الرؤية. شوف شوف المشاهد، شوف يعانون أهل البصرة من النفط وغيره من احتراق البنون أوراق سرطانية، ما يدرون مصيبة محافظة النجف، ما يدرون مصيبة محافظة النجف. شوف شوف الكارثة، جبال من النفايات تحترق وتروح للناس. شوف هاي مدن كاملة هنا، هذا قضاء الكوفة مقابلكم. شوفوا الدخان يروح إلى قضاء الكوفة، آلاف من المواطنين، أكثر من ربع مليون مواطن ساكن القضاء. شوفوا المشاهد، شوفوا